استوديو التحليلي معايا طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني مروان محسن. ببارك لك يا مروان النهارده على الاداء وعلى المباراه. كالعاده بيبقى لك تاثير كبير، بيبقى لك دور كبير، المجهود والاصرار النهارده كان باين بشكل كبير جدا. بتقول النهارده على المباراه وحابب تقول على الاهداف اللي انت حرصتها النهارده. سلم على طبعا في الاستوديو ومع الكباتن الكبار. الحمد لله ابو احمد، الحمد لله ربنا النهارده كرمنا الحمد لله، موجود زمايلي كلنا الحمد لله، كنا محتاجين كل ماتش نلعب على 3 بونت الحمد لله. وده كان روحنا بنلعب لاخر دقيقه الحمد لله، وربنا كلل مجهودنا النهارده الحمد لله بثلاثه بونت الحمد لله. بتشوف المرحله الصعبه دي ازاي يا مروان؟ طلعوا مباراه كبير، يمكن كان في اخفاق في البدايه، لكن بالعزيمه زي ما قلنا وروح الفانيله الحمراء وشخصيه النادي الاهلي بنرجع واحده واحده. ازاي بتتكلموا مع بعض وبتشوف المرحله دي المهمه ازاي كواحد من نجوم منتخبنا الوطني والنادي الاهلي؟ والله احنا مركزين طبعا، في الفتره اللي فاتت دي اتخرجنا من بطولات بطولتين كنا متاثرين جامد الحمد لله. الحمد لله بنرجع الثقه تاني، واللعيبه كلها على طول بنتكلم مع بعض الحمد لله، لان روحنا ترجع لازم ترجع تاني، والحمد لله ده باين في الماتشات اللي فاتت دي الحمد لله. احنا اهم حاجه عندنا 3 بونت والحمد لله بنأدي بشكل كويس وبنتمرن كويس، فاللي جاي ان شاء الله يبقى خير لينا باذن الله. كابتن يوسف بيتكلم معاك في ايه؟ كابتن سيد الحديث في ايه؟ لان زي ما قلنا المرحله وتحديات صعبه جدا، كل مباراه لابد ان احنا نحقق فيها فوز، فمرحله مهمه لازم ان احنا نحقق فيها نتائج. كابتن سيد وكابتن يوسف بيتكلموا معاك ازاي؟ على طول مديني الثقه والله في التمرين وفي الماتش الحمد لله. ببقى قاعد بره وما بلعب مبادئ، بركز في الماتشات اللي انا قاعد ما بلعب ما بلعبش الحمد لله. اهم حاجه مصلحه الفرقه، والاهم حاجه اللي احنا الماتشات اللي جايه ان شاء الله نرجع لمستوانا طبيعي ان شاء الله باذن المركز الاول. هدفين مميزين، كان عندك ثقه ان انت تحرز هدفين يا مروان؟ اه الحمد لله دايما طبعا كل ماتش طبعا اهم حاجه طبعا المهاجم ده اللي بيحرز اهداف الحمد لله، والحمد لله كل الموجود النهارده الحمد لله بدعابي واستعف زمايلي الحمد لله بهدفين الحمد لله. طول عليك، كان عندك المباراه الافريقيه الاولى، البدايه ان شاء الله تكون موفقه للنادي الاهلي، بتشوف ازاي البدايه الاولى مع فريق البنيه الاسود؟ ان شاء الله مركزين ان شاء الله في التمرين باذن الله كده الفتره الجايه، وهنلعب على اجابات نفس ان شاء الله، واللي جاي خير ان شاء الله باذن الله. حبيبي الله يبارك فيك، ربنا يخليك حبيبي. امبارح اكيد طبعا للكابتن.